Cheese, Luxus, Adrien. مش عارف اتنفس. امسك نفسك. الخزان هينفجر. طول ما الشياطين بره كده ناس اكتر هيبقوا في خطر. لازم اوقفهم. بلاك كات، ما تقوليش انها بتعين اماكن عشان تسرقها، عشان وعدتني انها هتبطل العادات دي. هي كانت بتدور على ايه؟ هل في اي حاجة غريبة؟ عايزاني الاقي حاجة، لازم ادور كويس. هناك واحدة من قططها بتحط في دول موسعات النطاق وتلقط كل إشارات الراديو القريبة. هقول ده ليوري عشان تلقطها. فليشيا أذكى من إن هي تقحم نفسها في مخاطر زي دي. شكلها محبطة لسبب ما، لازم أخلي بالي. يا يوري، لسه معاكي بدلة بلاك كات والمعدات في أوضة تخزين الأدلة؟ متهيألي كده. ليه؟ هي رجعت؟ يمكن، بس اتأكدي من الموضوع وقوليلي لو كانت معداتها لسه موجودة هناك. هعمل كده. هاي مين، بتتصلي متأخر، في إيه؟ افتكرت ما بيننا ميعاد على العشاء الليلة. أوه صح.